ففي إطار مواصلة تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وأفراد الجالية الجزائرية بالخارج، وضعت وزارة العدل حيز الخدمة أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص الطبيعية والمعنوية بتقديم الشكاوي والعرائض عن بعد. للاستفادة من هذه الخدمة يتعين على مقدم الشكوى الولوج إلى أرضية النيابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض والمتاحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، قصد ملء استمارة تسجيل شكوى أو عريضة عن بعد بمجموعة من المعلومات الشخصية. يتم تحويل هذه الشكوى أو العريضة بصفة آلية إلى ممثل النيابة وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي لاتخاذ الإجراء المناسب ومعالجة هذه الأخيرة، يعني حالة بحالة. كاين حالات تتطلب الرد يعني الآن، كاين حالات تتطلب بحث فيما يخص هذه الشكوى أو العريضة. الشكوى في شكل سؤال، في شكل كذا إلى غيره، وترد عليها مرة واحدة بعد الحصول على الحل النهائي. معناه ما راحش يكون أخذ ورد بين النيابة والمواطن، جاوبني في كل مرة راح نبعث لك الميساج، لا لا، في مرة واحدة. بالتالي في هذه الحالة من بيته يقدر يحصل على المعلومة في أي وقت.